مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايبه لكم الزيت الوحيد اللي بيستخدموه الهنود في العنايه بالشعر وفي ترطيب الشعر وفي كثافه الشعر. يعني سر في شعر الهنود عامه هو اولا الجينات الوراثيه، وثانيا العنايه بشعرهم باستخدام الزيت ده. لما سألوا الهنود قال لهم ايه هو الزيت اللي بتستخدموه لشعركم، قالوا هو الزيت الوحيد اللي بنستخدمه هو زيت الكوكونات او زيت جوز الهند. وطبعا الزيت الاصلي، مش الزيت المفبرك اللي بنجيبه، لا، الزيت الاصلي اللي بيستخدموه والطبيعي هو زيت الكوكونات اللي موجود قدام حضراتكم. بيستخدموه ازاي الهنود وبيعملوا بيستخدموه كم مرة، كل ده هنعرفه من الفيديو. انا كنت منزله فيديو قبل كده عن تطويل الشعر، مجموعة من الزيوت الطبيعية لتطويل وتنعيم الشعر، هتلاقوها عندكم حضراتكم قدامكم. ودلوقتي هنشوف ازاي بيستخدموا زيت الكوكونات. في الاول بيجيبوا مية سخنة بتغلي، انا هي بغلي مية سخنة، وبيجيبوا بولة ويحطوا فيها المية، معلقة من زيت الكوكونات، وبيسخنوها على مية في جوه مية سخنة، مش بيسخنوها على النار، لا، في مية بتغلي ويحطوها تسخن وتسيح زي ما موجود قدام حضراتكم دلوقتي. ناخد معلقة من الزيت بيحطوها في حاجة بلاستيك زي كده، ويكون حطوا المية السخنة جوه الحلة او بولة بعيدة عن النار، وبيحط الزيت اول ما يسيح ويبدأ يسخن او يدفى، يعني درجة حرارة الزيت نفسه بتاخد درجة البخار كده، بيكون دافي زي ما موجود قدام حضراتكم، هيبدأ يسيح. دلوقتي اهو سخن قدام حضراتكم اهو، هبدأ بقى احطه على فروة الراس واعمل تدليك للفروة كلها، عبارة عن مساج بصابع ايديا كده مدة 10 دقايق نص ساعة، لحد ما احس بتنميل في راسي كلها، واحط على شباجيت شعري كله الاطراف وكل شعري، وافضل احط كده واسيبه يعني وانام، يعني اسيبه اي وقت، هو مش هيضرش بشعري، هسيبه. وبعد ما انام اصحى من النوم اغسل شعري. بيستخدمه دايما، ممكن لو انت حابه تستخدميه مرتين في الاسبوع، لو انت حابه تزوديه، هما بيستخدموه يوميا، انتوا بقى عايزين تستخدموه كل واحده يعني بتقدر تستخدمه امتى، فممكن تستخدمه 3 مرات في الاسبوع، وان شاء الله هيفيدكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك وشير.